هبة جنيدي، عمري 26 سنة، جرافيك ديزاينر ومؤسسة ملجأ هبة. فكرة الملجأ بلشت من 3 سنين لما قررت إنه لازم أحمي قطط الشارع من التسميم اللي بيصير عندنا، فعملت هذا الملجأ بعد 13 سنة من تربيتي للقطط. وأكيد لأني بحب القطط وبهتم فيهم، واللي خلاني أسعى لحمايتهم بإنه أوفر لهم ملجأ آمن ومريح. أول ما بلشت الملجأ كان العدد تقريباً 25 قطة، بعد هيك بلش يزيد وبلشت الناس تعرف أكثر عن الملجأ وتجيب لنا القطط المريضة أو الجريحة، وبهيك صار العدد يكتر لحد ما وصل لتقريباً 120 قطة في الوقت الحالي. للأسف إنه إحنا موجودين في المجتمع غالباً بيستغرب فكرة الاهتمام بالحيوان بشكل عام، وهذا الإشي بيخليهم يشوفوا إنه في أولويات أهم من إنك تربي حيوان أو تساعده. وللأسف ردود الفعل غالباً بتكون سلبية على موضوع الملجأ، بس مع هيك في مجموعة من الناس بتهتم بالحيوانات وبتشجعني على هاي الفكرة. ملجأنا حالياً بسيط ومساحته صغيرة، وأكيد إحنا بنطمح إنه نعمل ملجأ أكبر، وهذا الملجأ يكون مش بس لقطط الشارع، كمان لكلاب الشارع اللي كمان بتتعرض للتسميم للأسف، وكمان إنه يكون الملجأ منظم بشكل أكبر بحيث إنه يضم مرافق تانية مثل العيادة البيطرية وغيرها من الأمور اللي بتخلينا نستمر بهذا العمل. اللي بتمناه من الشعب، الناس بشكل عام وكمان الجهات الرسمية، هو الرفق بالحيوان وإنهم يبلشوا يطلعوا للحيوانات بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة. يا ريت تحاولوا تفهموهم أكثر وتخففوا من معاناتهم قدر الإمكان وتساعدونا نكمل هذا المشوار وتدعمونا فيه.